هاتين انا نقول هذا النقاط جيد احسنت اذا هذه النقاط هي في استقرامية لماذا في الاستقرار لانها تلامس سطح المسطرة لانها تلامس سطح المسطرة نصلها بالقلم الاحمر على الاستقرار نصل بينهما بالمسطرة جيد الاستقرار نصل بينهما بالمسطرة يلا بسم الله إذا نصل بينها في الاستقرار هذه النقاط هي في استقرامية هي في استقرامية الاستقرار لون هنا مسح أحمر هناك إذا هذه النقاط هي في استقرامية الاستقرار إذا هذه النقاط الأربعة هي في استقرار لماذا في استقرار لأنها تلامس ماذا؟ تلامس سطح المسطرة تلامس سطح المسطرة لكي أتعرف على استقامية نقاط أو استقامية أشياء يجب علي أن أستعمل الطريقتين أختار الطريقة طريقة من هذه الطريقتين هذه طريقتين اكتشفناهما مع بعض الأسئلة الأولى وهي طريقة المسطرة عفوا طريقة المسطرة والطريقة الثانية وهي طريقة الخيط المشدود أو الحبل المشدود استعمال الخيط قلنا بأن هذا الخيط نستعمله أين في الأماكن الواسعة مثل الساحة والشارع وغير ذلك ويجب أن تكون في فسحة إذا نحن في القسم يجب علينا أن نستعمل المسطرة أو نستعمل في الكرة إذا هي طريقتين للتعرف على استقامة النقاط الطريقة الأولى وهي طريقة المسطرة والطريقة الثانية وهي طريقة الحبل المشدود أو الخيط المشدود. إذا لدينا طريقتين بعد الاستقرار لا تنسوا أن أن هناك طريقتين لمعرفة استقامية النقاط إما طريقة المسطرة أو طريقة الخيط المشدود. الاستقرار إذا لديكم أبناء الاستقرار لديكم تمرينين يجب عليكم أن تنجزونه في المنزل. لدينا نشاط واحد ونشاط اثنان صفحة 45 في نفس الكتاب. كتاب مدرسة التبريديات لديكم نشاطين أبناء الصغار يجب عليكم أن تحملوه في المنزل فيما بعد سوف أرسل لكم الحل أي تلميذ قام بحل هذه الواجبين لديه زائد نقطة في كلاس جو ماذا يفعل عندما ينتهي من التمرين يصوره أبناء الصغار يصوره ويبعثه في الخاص يعني في المسجر دمتم أبناء الصغار متألقين ومتميزين أرجو أنكم استفدتم من هذا الدرس مع السلامة أبناء الصغار في درس جديد إلى اللقاء.